بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه السادة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا في الحلقة السابقة عند اقتطاف بعض ما صدر عن وثائق الازهر الشريف في الفترة من يونيو 2011 الى يناير 2012 واليوم نتساءل تساؤلا استنكاريا ايضا هل هذه الوثائق التي صدرت من الازهر الشريف وشاركت فيها نخب علميه وفكريه واعلاميه وفي فتره حالكه السواد اضطرب فيها كل شيء هل هذه المشاركه هي من باب التجديد أو هي من باب التعصب والتقليد والجمود. ونضيف اليوم أن الأعوام الثلاثة التي أعقبت صدور هذه الوثائق كانت حافلة بأحداث أصابت معظم المؤسسات العلمية والتعليمية بما يشبه الشلل التام. والتوقف المفاجئ في كل مناحي انشطتها وقد كان الازهر ضمن هذه المؤسسات التي توقفت عن النشاط العلمي والثقافي وان كان نشاطه في ذلك الوقت كان ممتدا في المجال الاجتماعي الوطني لذلك ما ان اطل عام 2015 حتى بدا موضوع التجديد يطرح نفسه على مائده الاولويات في نشاط الازهر وحتى بدأ التفكير في عقد مؤتمر عالمي عن التجديد ولكي نتجنب خطأ الوقوع في صدور قرارات فرديه متعجله عقدنا ندوه تحضيريه للمؤتمر في الثاني والعشرين من ابريل سنه 2015 ناقشنا فيها التجديد المطلوب وانتهينا الى ضروره ان يقوم التجديد على الجمع بين التيسير وتحقيق مقاصد الشريعه والقواعد الكليه العامه، ورغم ذلك بقيت الامور على ما هي عليه لان الندوه لم تنزل الى الواقع ولم تتعرف اولا على القضايا المشكله التي يعاني منها الناس ويحتاجون فيها الى التجديد، وهذا هو السبب الاساس في فشل معظم مؤتمرات التجديد التي لا تحدد القضايا محل التجديد ولا ما هو المطلوب لمعالجتها وذلك في الوقت الذي تتجه فيه معظم الابحاث ان لم يكن كلها الى ما هو مكرور ومعروف من الحديث عن ضروره التجديد وكيفيته واتساع الشريعه لتطبيقه وشروط المجدد الى اخر ما هو معلوم في امر هذه المؤتمرات. وبعد تفكير طويل اهتدينا الى فكره عمليه في هذا الشان تقوم على استطلاع آراء الوزارات والمؤسسات المعنية لتحديد القضايا التي يرون انها في حاجة الى تغيير او تعديل مع بيان الاسباب الداعية لهذا او ذاك وقد جاءتنا ردود عديدة ضممتها الى قائمة من الموضوعات كنت احتفظ بها لنفسي، ثم عُرض كل ذلك على طاوله البحث في هيئه كبار العلماء، واستغرقت دراسته وقتا طويلا، واذكر انه في اثناء هذه الدراسه وفي 14 من نوفمبر عام 2015 عقد المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مؤتمرا في المركز الدولي للمؤتمرات بمدينه الاقصر، واستسمحكم ان اتلو على مسامعكم بعض ما قلته كما ورد نصا في سجلات هذا المؤتمر قلت ايها الساده العلماء إن مؤتمرنا هذا ومؤتمرات أخرى كثيرة قد عقدت في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية من أجل الدعوة إلى التجديد وتيسير الفتوى، وأعتقد أنه آن الأوان لأن نتجه بمؤتمراتنا هذه وجهة أخرى عملية تتعامل فيها مع المشكلات والقضايا محل الخلاف او محل الصمت او محل التهيب من الاقتراب منها تحسبا لردود افعال المتشددين من فقهائنا والذين يرون كل تجديد خروجا على الشريعه وتفريطا في الدين وتمهيدا للانسحاق والذوبان في الحضاره الماديه الجارفه وانا اعلم ان هذا الامر بات يحسب له الف حساب عند كثير من علمائنا المؤهلين للاجتهاد والمستعدين لتجديد الفتوى في امور حياتيه بالغه الحساسيه في حياه المسلمين. ومن اجل ذلك كله اقترح ان نلجا الى اجتهاد جماعي يدعى اليه كبار علماء المسلمين ممن يحملون هموم الأمة ومشكلاتها ولم يغررهم بريق الدنيا وأطماع السياسة والجاه والمال لينظروا في القضايا المتعلقة بالإرهاب والتكفير والهجرة وتحديد مفهوم دار الإسلام والالتحاق بجماعات العنف المسلح والخروج على المجتمع وكراهيته ومفاصلته شعوريًا واستباحة دم المواطنين والامنين بالقتل والتفجير ثم قلت بعد ذلك وعلى العلماء ان يجتهدوا ويجددوا الانظار فيما يتعلق بالامور السياسيه كالديمقراطيه وحقوق الانسان والحريه وحدودها والمساواه الدستوريه والقانونيه ومشروعيه الدستور والبرلمان او ما يتعلق بامور الاجتماع واولها معاملات البنوك وقضايا المرأة ومنها توليها القضاء والولاية العامة والزي والنقاب وخضوعها لعادات وتقاليد تحكمها وتحرمها من حقوقها الشرعية كحقها في الميراث واختيار الزوج وحمايتها من عضل ولي أمرها وحرمانها من الزواج ممن ترغب فيه دون مبرر شرعي او اجتماعي معقول والمناداه بعوده المراه الى بيتها ثم قضيه نقل الاعضاء وقضيه تهنئه غير المسلمين باعياد في اعيادهم وتحديد اوائل الشهور العربيه بالحساب الفلكي ومسائل الحج وبخاصه الاحرام من جده للقادم جوا او بحرا ورمي الجمرات في سائر الاوقات وايضا استنهاض الامه لاستصدار فتاوى توجب العمل وتحرم التقاعس والكسل وقضايا اخرى يضيق المقام عن ذكرها شريطه قلت تحديدا شريطه الا يفتى في هذه القضايا الدقيقه بفتاوى مجمله ونصوص عامه لا تنزل الى الارض ولا تحسم القضيه ولا تغير الواقع وقلت ان هذا الاقتراح ليس بديلا عن المجامع الفقهيه المنتشره في العالم الاسلامي ولا عن دور الفتوى ولا مجالسها بل هو عمل ان قدر الله تحقيقه عمل مكمل لعمل هذه المؤسسات التي لا يخفى دورها الفعال في الحفاظ على شريعه الاسلام ومواكبه تطور الزمان وهناك الكثير ايها الساده المشاهدون مما يقال في هذا المقام نرجو ان نعرض شيئا منه في حلقاتنا القادمه ان شاء الله شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته